هناك ما يدعو إيران لخوض هذه المعركة. من هنا نتفهم هذا الشر الإسرائيلي الذي يحاول استدراج حزب الله للمعركة انتهازا للوجود الأمريكي والدعم الشامل القائم. ولكن فيما يخص حماس، على إسرائيل وحكومتها التي تجمد تفكيرها عند حالة انتقام غير مبررة تعكس مخطط شيطاني كان لتهجير أبنائنا في غزة نحو مصر، وقفت مصر بشكل واضح وصريح. القضاء على حماس لا يكون بالقضاء عليها عسكريا، بل حماس هي فكر مقاومة مرتبط ببقاء الاحتلال. يعني علينا جميعا أن نسعى من أجل أن يكون هناك مشهدا سياسيا، أظن ده جوهر المبادرة المصرية وتحركاتها التي لا زالت دبلوماسيا قائمة دون الإعلان عنها بشكل واضح وصريح، لكنها قائمة وهي تقوم على أساس وحدة الجغرافيا. أولا وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات مستدامة، ده دي البند عناصر الأول. المبادرة الثاني، المصرية؟ نعم، اه البند الثاني والهام هو وحدة الجغرافيا بين الضفة والقطاع تحت إدارة سلطة وطنية فلسطينية تقود المشهد لإعادة الإعمار والبحث عن حل سياسي يقود لحل دولتين مرتبط بتاريخ وبإطار زمني محدد. وهنا يكون خروج حماس من المشهد. المقاومة لا تسلم سلاحها إلا إذا ما تحقق حلم الدولة الوطنية. على نتنياهو وأطراف اليمين الذين هم يعلمون أنه في اليوم التالي للحرب سيسقطون ويحاكمون ويسجنون، لأنه متهم باتهامات جنائية قائمة قبل حتى اندلاع أحداث 7 من أكتوبر. وبالتالي المشهد اليوم في الداخل الإسرائيلي مرهق للغاية. الاحتياطي أدى إلى تقريبا إرهاق الاقتصاد بشكل غير مسبوق، ولا زالت يعني المقاومة قادرة على إحداث آلام، وأيضا الإفراج عن الرهائن والأسرى لم يتم حتى الآن. فتحقيق الهدفين المرتجين من الحرب كما وضعها نتنياهو فشل في تحقيقهما، القضاء على حماس عسكريا والإفراج عن الأسرى، وهم بين سعاد سمير حتى حجازي هدفين يتخلص من متناقضين. الاول مبكرا، نتنياهو ام جالنت وزير الدفاع؟ لانه واضح انه الموضوع وصل ل يعني خناقه زي ما بيقولوا كده، وفي مشاكل كبيره جدا ما بين نتنياهو وزير الدفاع. مين اللي ممكن يخلص على التاني الاول؟ لا، أنا أعتقد أن نتنياهو ومجموعته يعلمون أنهم عليهم المضي قدر ما يستطيعون حتى يتدخل طرف دولي والولايات المتحدة على رأسهم لوقف هذا الاعتداء على كل القيم الإنسانية والأخلاقية، والتي لا أعتقد أن هناك عاقل يمكن أن يقبل المنطق الإسرائيلي. وأظن أن انهيار الائتلاف الحاكم سيتم أيضا بتوجيه من واشنطن، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه هو أمر بات يضر بمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية ويضر بإسرائيل ذاتها. أظن أن الداخل الإسرائيلي بات مشتعلا، وأن الحكومة اليمينية العسكرية ومجلس الأمن نعم، المصغر الحاكم باتوا على شفا الانهيار. وأعتقد أن كل المخاوف من أن انهيار هذا الائتلاف الحاكم سيقود لهزيمة إسرائيل هو أمر أعتقد خاطئ، وعلى أصدقاء إسرائيل أن يساعدوها للخروج من هذه الورطة. عليك